وإلا بغينا ناخدوه من ما بغينا ناخدوه من استراتيجية نتاع الدولة، سياسة استباقية نتاع سيدنا الله ينصرو في لافريك، اليوم هي الموديل. إلا بغينا ناخدوها كرويا، المغرب هو كان دائما هو البلد تيدير شي حاجة في كرة القدم في أفريقيا في كأس العالم، وخير دليل أول فريق تأهل الدور الثاني كان هو المنتخب نتاعنا العظيم نتاع 86، كانوا أمور لا تناقش. الآن كيفاش كان تعاملوا مع المشاكل؟ حنايا الثقافة نتاعنا والحضارة نتاعنا المغربية والعمل المؤسساتي نتاع بلدنا خلينا تنخدموا في إطار المؤسسات. حنا وقع إشكال، حطينا رسالة فيها زوج نتاع المواضيع أساسية. أولا الموضوع الأول هو الكلمة اللي خداها شخص لا علاقة له بكرة القدم، وخداها فين إجماع على أنه مس بالمبادئ المنظمة لكرة القدم. والأمر الثاني هو الهجوم اللي دارت واحد الفئة الجماهير على الجماهير المغربية المعترف لها اليوم بالعالمية. القضية الثالثة اللي كانت وقدمها الطرف الآخر وشغله هذاك، أن من عدم مشاركة المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة في البطولة الشعب، لا كوميسيون ديسيبلينير دارت القرارات نتاعها شغلها، خدات القرارات اللي بغات تاخذ وطلعتنا عليها. عندنا أجل تاع 3 أيام، الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وصلت نهار الجمعة مع 9 الصباح القرارات، كانت اجتماعات مكثفه للهيئات القانونيه. غادي نمشيو لابيل في كل القرارات، لاننا تنعتبروا ان الفريق الوطني ما شاركش لظروف خارج على الاطار نتاعو اكيد، ولكن الفريق الوطني حرم من الدفاع على اللقب نتاعو. المساله الثانيه اللي مسؤول على هذاك الاخذ الكلمه ولا بد تصدر في حق العقوبات الضرورية والقانونية اللازمة. مسألة ثلاثة الاعتداء العنصري على الجماهير المغربية العالمية، وإلا بقى فينا عرق واحد أن هذه القضايا بزوج، دفاع الوحدة الترابية نتاع بلادنا وعلى الجماهير والسمعة والمكانة نتاع الجماهير المغربية، غادي نخليو ذاك العرق لهذه زوج القضايا. الأمور واضحة.